مجددا مشاهدينا بعد هذا الفاصل. تقيم شركة السكك الحديدية قطر ريل ورشة العمل الاستراتيجية حول أمن وسلامة سكك الحديد في قطر، مشاركة مؤسسات حكومية قطرية وخبراء من بريطانيا. تفاصيل أكثر عن أهداف الورشة في التقرير التالي. مع بلوغ مشروع الريل مراحل متقدمة في العمل وفي ظل الاضطرابات الأمنية التي تسود مناطق متعددة في العالم، أقامت شركة سكك الحديد القطرية الريل ورشة عمل استراتيجية حول أمن وسلامة سكك الحديد في قطر والمتمحورة حول الاستجابة لمعايير الأمن والسلامة والطوارئ على مستوى سكك الحديد في قطر بالتعاون مع المؤسسات الأمنية المحلية وخبراء بريطانيين. هذه الورشة تعتبر محطة انطلاق بالنسبة لنا في التعاون مع الجهات البريطانية. الجماعة حاليا احنا بديناها كخطة، هي خطة من خطوات من الاستراتيجيات الأمنية اللي احنا وضعينها في قطر، لأن راح نبدأ داخليا وبعدها خارجيا. الخارجيا استضافتهم، دخولهم معنا بالخبرات والمناقشات، ومستقبلا نعم في خطة إن شاء الله أن تكون في تنسيق أكبر على الصعيد التعاون في المحطات نفسها إن شاء الله. عن هذه ورشة عمل مشاركة الجانب البريطاني ما يتعلق بالاستراتيجيات الريل قطر، ونستفيد احنا من خبراتهم، خاصة انهم لهم باع طويل في عملية الريل يمكن ما يقارب 150 سنة، فاحنا نستفيد من الجوانب الأمنية وجوانب كيفية تشغيل الريل وكيفية مع التعامل مع الجرائم، خاصة ما تعلق تعرفين احنا النظام هذا جديد على البلد، ولازم نستفيد من خبراتهم ونحاول نطبقها على افضل معايير للتعامل معها في الجودة في الإمكانيات المتاحة، خاصة أنهم سلموا 150 سنة في التعامل مع الريل، فإحنا نحاول نستفيد من الخبرة هذه ونطورها بما يتوافق مع عاداتنا وتقاليدنا مع سياسة البلد، وخاصة أن بلدنا صغيرة يمكن نقدر نخلي كنترول أكثر على أساس أن نحافظ على الأمن فيها، سواء كانت من الأمن والسلامة، التعامل مع الجرائم، نحاول الوقاية منها، وضع آليات كيفية التعامل في وضع المباني خاصة ما يتعلق بالأمن والنقاط الأمنية، وكيفة إدارة الريل من جوانب كثيرة، خاصة في جهات كثيرة هنا من المواصلات ومن وزارة الداخلية ومن الريل نفسهم. بخصوص إجراءات الطوارئ، صحيح في سيناريوهات تسير في ورشة العمل هذه راح تفيدنا في المجال العملي كإجراءات طوارئ من ناحية حوادث القطارات، من ناحية انهيارات، من ناحية حرائق في الأنفاق أو حرائق في المحطة القطار نفسها. وفي بروسيجر يتبع كأفراد الدفاع المدني أو كأطفائيين الدفاع المدني، يتبعون بروسيجر مختلف عن بروسيجر الحياة الطبيعية اللي هو كحرائق منازل أو حرائق سيارات أو بشكل عام اللي هو خارج مجال الترين. تشكل ورشة العمل هذه بداية لبرامج عمل ينتج عنها وضع خطة متكاملة لضمان تأمين سلامة وأمن السكك الحديدية من خلال التعاون والتنسيق بين مختلف الجهات المعنية. ننتقل مشاهدينا الكرام إلى البيئة، فقد منح الله قطر بيئة متنوعة شكلت واحدة من بين أهم مميزات هذه الأرض الطيبة، بيئة أعطت الأبناء هذا البلد الكثير. نعم بالفعل يا خالد، وقيادتنا الرشيدة شرعت في سبيل ذلك العديد من القوانين للحفاظ على هذه البيئة. اليوم معنا في الاستديو الاستشاري والخبير البيئي محمد الجيدة. يا مرحبا، مساء بك محمد. يا هلا مرحبتين. يا مرحبا يا ابو يوسف. احنا قبل لا نبدا حوارنا مشاهدينا الكرام واخوي محمد، بننتقل الى تقرير عن قوانين البيئة القطرية وكيف ساهمت في الحفاظ على البيئة. في
في ظل ما تشهده الدولة من نهضة عمرانية وإنشاء بنية تحتية، إلا أن البيئة مثلت محور اهتمامها، فكانت من الدول السباقة إلى سن قوانين لحماية البيئة، حتى توجت تلك الجهود باستضافة وترأس قطر لمؤتمر الأمم المتحدة للتغير المناخي عام 2012. فرض الدستور القطري في المادة 33 منه على الدولة العمل على حماية البيئة والحفاظ على تنوعها وتوازنها الطبيعي، تحقيقاً للتنمية الشاملة والمستدامة، وذلك انسجاماً مع الرؤية الوطنية 2030. وحدد قانون حماية البيئة رقم 30 لسنة 2002 المقاييس والإجراءات التي تضبط أنشطة المؤسسات الصناعية حفاظاً على البيئة، إذ اشترط عند إقامة أي مشروع صناعي أن يكون موقعه مناسباً لنشاط المنشآت الصناعية، أن تكون جملة التلوث الناتج عن مجموع المنشآت موجودة في منطقة واحدة وفي الحدود المصرح بها، إنشاء مراكز لتدوير النفايات وتحويلها، توفير مجاري مياه الصرف الصحي والتقيد بضبط الانبعاثات والتسربات، حظر حرق النفايات والمخلفات الصلبة والسائلة إلا في الأماكن المخصصة لذلك. كما سعى القانون إلى التأكيد على التزام قطر بتعهداتها الإقليمية والدولية التي وقعت عليها في مجال الحفاظ على البيئة، حيث أشار إلى عدم الترخيص لأي مشروع صناعي إلا بعد تقديم دراسة للتقييم البيئي تحدد فيه الآثار الناجمة عن هذا المشروع. شفنا مشاهدينا الكرام هذا التغريد تكلم عن البيئة القطرية وبيئتنا، مسؤولية الجميع أو مسؤوليتنا جميعا. أبو يوسف، لو بنتكلم شلون قطر حولت هذا الشعار إلى على أرض الواقع إلى فعل؟ طبعا هناك في عدة لجان، يعني من بداية الألفين لما كان المجلس الأعلى للبيئة، وكان يعني طبعا يترأسه ولي العهد في ذيك الوقت ثاني أقوى سلطة في البلد، فكان في يعني مثل ما تقول دفع قوي من القيادة العليا أن تكون تسن قوانين، وتم تكوين عدة لجان سواء كان في الثروة السمكية أو في البيئة البحرية أو على أساس البصمة الكربونية أو ما شابه، فكان في يعني ضغط كبير بسن قوانين. طبعا ما تم سن القوانين عشوائيا، طبعا القوانين تسن حيث انها ايش تخدم جميع الجهات. يعني ناخذ مثال، يعني في الثروه السمكيه كان في لجنه فيها من الصيادين نفسهم، من يعني الناس اللي تستهلك، وبالاضافه الى اللجان اللي هي من عده جهات في الدوله، لين يعني تم سن قانون يعني مناسب، وما زال طبعا ايش يطور القانون. لكن الحمد لله يعني طبعا جميع القوانين بعد ما تسن من ناحية الفنية والقانونية طبعا في جهات أعلى طبعا في الآخر يصدق عليها من قبل يعني الأمير. نعم، هذه القوانين اللي تتكلمت عنها أبو يوسف، يعني نركز على نقطة أنها كانت هي عبارة عن لجنة لسن هذا القانون، منها مثل ضربت مثال بالصيادين والمستهلكين وجهات الدولة المعنية بهذا الأمر. نعم، عشان يتبلور قانون يخدم الصالح العام. اي طبعا طبعا يسبق على ذلك، يعني طبعاً يسبق هذا في الاساس، يسبق هذا الدراسات. يعني في بعض القوانين او احنا عامه نقول القوانين توضع لأسوأ الحالات وليست لافضل الحالات. لو كان الناس كلهم مثلا متقيدين بالقانون ما يحتاج انا سن قانون، لو كان الناس متقيدين بالطبيعه ما تحتاج قانون، لكن هي تحتاج قانون لما ايش لما يكون عندنا سواء حمايه وضع او الحفاظ على شغله معين او في الاخر لآخر حد وصلنا له أو أسوأ حالة أن أنا أسن قانون مثلا أمنع شيء. نعم، لأن هذا مثلا هذا النوع أو هذا الشيء راح يتعرض للانقراض مثلا. نعم. يعني مثلا عندنا مشكلتنا في التدهور، لما يكون في تدهور على أساس أنا أوقف التدهور هذا لازم أسن قانون، والتدهور ما يوقف في نفس الوقت، يعني يتم مستمر لين يوقف لين يوصل وضع يعني مناسب، بعدين إحنا إيش نقول والله خلاص الحين الوضع ممكن إحنا إيش
نخفف من حدة القانون أو نعم. في أو نسمح أو نسهل هذه الأمور. نعم. طيب أخي محمد لو نتكلم الحين عن سن هذه القوانين، هل هذا يكفي للحفاظ على البيئة أم يجب أن يكون هناك وعي مجتمعي؟ طبعا مستحيل القانون أن إيش، لأن إيش الرغبة الشرطية في جميع الدولة صعب جدا يعني صح. أنا ما أقدر أراقب 24 ساعة زين يعني مثلا يعني هناك مثل يعني في على الطرقات انت تشوف المخالفات كثيره لما تشوف شرطي المرور موجود ما الناس ما يخالفون صحيح. لكن في غيابه تلاقي بين العشره يمكن واحد، لكن لو كانت الثقافه اكبر بين العشره ممكن يعني او بين العشرين او بين الامية ممكن واحد، فنسبه المخالفين تقل جدا صحيح. لان نظره المجتمع خاصه الحمد لله يعني في قطر الوقت الحالي نظره المجتمع تغيرت للمخالف. قبل ممكن واحد يخالف ويتلفت على الناس ان الناس تشوف ان هذا شاطر، لكن الحين لا، الحين بالعكس الناس فهمت لما يخالف الشخص الناس تنظر له انه مخرب او مسيء يعني. لانه تم شرح السبب، انت تعطي وعي للمجتمع تشرح له السبب، انا ما اسرد قانون خلاص لا تسوي كذا وخلاص، انا اقول لك ليش يا اخي، ليش تمنعني اني اصيد، ليش تمنعني اني انا مثلا حاطب ولا اي شيء، ليش تمنعني؟ لما انت تفهمه ان هالشيء ممكن انه ينقرض، ممكن انا ما راح نشوفه، ممكن كذا، خلاص يجي عنده وعي، يصير هو من نفسه تضرب الغيره على بلده وعلى بيئته انه هو يبي هالشيء هذا. نعم. فبالاول والاخير القوانين ما انسردت الا لصالح، نعم لصالح الشعب. لصالح العام، لصالح بيئتنا القطريه. نعم. وهل قطر كلهم فيهم خير وبركه وهم يعني اكثر ناس يحافظون على البيئه، لكن احنا لو بنتكلم عن اهميه الحفاظ، اهميه الحفاظ على هذه البيئة كيف هي مهمة سواء لجيلنا الحاضر احنا اللي موجودين او لجيال المستقبل؟ طبعا شوف القانون لما يوضع مبني على دراسة، احنا عندنا سلسلة موجودة كاملة في الطبيعة. نعم. لو انا شلت حلقة واحدة من السلسلة هاي مثل المصباح، نعم، لو انت قطعت الخيط وطاحت حبة واحدة بيطيح المصباح صحيح، بيتدهور، ممكن حبتين ثلاث راح يمسكون، لكن ما لهم دور في ذيك الحاله في ويبتدي التدهور. احنا عشان نحافظ على ما تبقى وكيف احنا ايش نمنع التدهور هذا، يعني نضطر الى سن القوانين، لكن الاهم من هذا مثل ما انتم يعني قلتوا اللي هي التوعيه، وعلى اساس تكون ينبع الحفاظ من الشخص نفسه على الطبيعه نفسها، فالقوانين توضع للحفاظ على يعني الطبيعه نفسها، لان هي القانون مش مساله انا والله ابي احافظ على نوع من الحيوانات، لكن الأهم من هذا كله اللي هو الإنسان وصحة الإنسان والأجيال القادمة. يعني لازم إحنا إيش نكون وضعنا صحي، يكون وضعنا يعني مناسب إن إحنا إيش نعيش بخير وبأمن وبسلامة. يعني فهو مش بس والله أنا يعني آكل زين وأشرب زين، لكن إيش الهواء اللي حواليني أو الطبيعة اللي حواليني ملوثة يعني أو ملوثة. نعم. مثل يمكن يعني شيء بشيء يذكر أبو يوسف، يمكن إحنا في أنواع من الحيوانات البرية يذكرونها شيبانة ولكن الحين انقرضت مش موجودة أو قل وجودها لدرجة أنك ما تشوفها ما تصادفها، فإحنا بعد نحافظ بالموجود عندنا الحين لأجيالنا القادمة في المستقبل. طبعا يعني في أحياء كثيرة انقرضت وفي أحياء على لائحة الانقراض وفي أحياء الحمد لله اللي كانت على لائحة الانقراض، إحنا في عندنا اللي هو إحنا أعضاء في السايتس اللي حماية الحيوانات المعرضة للانقراض، ففي درجات، في حيوانات اللي كانت في مثلا في الدرجة الأولى الحفاظ عليها الحين انزلت للدرجة اللي أقل. ليش؟ لأن بعد الحفاظ بعد البرامج اللي وضعت صارت مثلا إيش عددها في الطبيعة ازداد، بالعكس يمكن صار حتى أكثر مطلوب. يعني في اسكتلندا في برنامج بالنسبة للغزلان اللي هناك أن إيش يعني يعطون الناس رخص أنه يروح يصيد الذكور الكبار في العمر. ليش؟ لأن صار عددها زيادة، فيقول لك مثلا والله نحافظ على، وفي فصل في مثلا فترة معينة يصيد الإناث بعد مش بس الذكور. ليش؟ أساس إنه خلاص ما يزيد عددها وممكن تقلب إلى مضرة. القوانين والبرامج اللي وضعت إيش أثبتت نجاحها، وهذا دليل على إيش أن يعني القانون له دور في الحفاظ. أنا يمكن من مشاهدتي أو ملاحظتي أنا الشخصية، يمكن الأرنب البري مرت عليه فترة كان ما أشوفه مش موجود، لكن الحين أشوفه بكثرة خاصة في الليل يعني. نعم. تشوفه بكثرة. وغير هذا تذكرت القلائل الله يعود ذيك الأيام على خير. يوم رحت القلائل كنا نروح نغطي، قعدت مع شيبان الفرق الكبار في السن،
يقعدون بعد ما يرجعون مقناص اقعد معاهم اسولف معاهم، يقولوا لي والله شفنا نباتات ما، يقول انا اذكر انا شايفها وانا صغير. نعم. يقول انا صغير يقول اذكرها، ويقول الحين موجوده ما كنت متوقع اني اشوفها لان هذه محميه، ويعني نتائجها يوم نشوف نتائجها عايده علينا خلاص هنا الواحد تزيد عزيمته انه هو بعد يشارك ويحافظ على البيئه. طيب لو نتكلم عن اغلبيه المخالفات، ان شاء الله انها ما تكون في هناك مخالفات، لكن اغلبيه المخالفات اللي ترتكب في هذا الوقت. والله شوف في الوقت الحالي يعني ممكن أغلب المخالفات اللي ترتكب من قبل يعني بعض الوافدين اللي مستوى التعليم عندهم نادر أو قليل جدا، يعني يعني مثلا واحد يجي من بيئة عادي عنده لما يرمي مخلفات، أو بالنسبة له يعني إن هاي الطبيعة، يعني مثلا أنا أمسك واحد أخالف أقول يا أخي أنت ليش غليت الزبالة هذه هنا مثال، يعني يقول له هاي عادي، هاي الأرض تدفنها والشمس تحرقها، نقول له ما في شيء مثل هذا. يعني بالإضافة إلى يعني هو أكثر المخالفات اللي يعني حاليا إحنا نواجهها اللي هي رمي مخلفات المباني أو المنشآت، يعني من قبل يعني السواقين اللي بيربح أو عشان الربح السريع إنه يتخلص من الكمية الحمولة اللي عنده عشان يلحق ياخذ حمولة ثانية أو ثالثة في نفس اليوم. لكن في رصد، في رقابة، الحين بعد قاعد يسن لها مثلا برامج للرقابة بحيث إنه يكون إيش تسجيل. الحين حاليا اي مخلفات مباني لازم يسجل قبل وبعد من قبل البلديه ووزاره البيئه في تعاون، هي تحاول تحد، لكن ما زال في مخالفات بس اكثرها هي رمي مخلفات. نعم. بيوسف لو تكلمنا عن المشاريع، اهم المشاريع والبرامج اللي يعني تخدم او تساعد على الحفاظ على البيئه. طبعا اي مشروع يقام في قطر يجب ان يحصل على اللي هو الترخيص البيئي. الترخيص البيئي يطلب من الشخص أو مثلا من المشروع أو صاحب المشروع أنه يجيب لنا دراسة اللي هي يسمونها دراسة الأثر البيئي أو الواقع البيئي، أنه لازم إيش يجيب لنا دراسة للموقع هذا وضع الحالي قبل ما يبدأ المشروع، وبعدين مفتشين البيئة يراقبونه سواء كان مشروع صناعي أو كمان مشروع يعني تجاري أو حتى مثل المشاريع البحرية يعني كمثال. هذه طبعا الدراسات دي اول شيء احنا تثبت لنا الموقع، لكن في نفس الوقت احنا لنا مردود فيها في الوزاره ان احنا نعرف وضع يعني قطر، يعني في عندنا مشاريع مثلا من 10 سنين او 15 سنه جابوا لنا الدراسات، الحين انا اقدر اروح لنفس المنطقه دي ومثلا اسوي لها زياره او دراسه اعرف وضعها اذا كان هو تطور او تدهور، اذا كان تطور فكان بها، إذا كان تدهور ذيك الساعة أنا أضطر أني أضع حلول لها. فهي يعني يعني الشيء المفيد جدا في القوانين البيئية الحين اللي هي أن أنا ألزم الشركات أو المشاريع أنها إيش تجيب لي الدراسات، فهذه إيش تساعدني حتى في سن القوانين. نعم. صلى الله يعطيك العافية استشاري والخبير البيئي محمد الجيدة، شكرا لك وتواجدك معنا والمعلومات الطيبة هذه، إن شاء الله إن شاء الله تحققون هدفكم المنشود. الله يعطيك العافية، شكرا على تواجدك. إن شاء الله دائما تشوف قطر وبر قطر وبيئة قطر سواء البرية والبحرية في أفضل حال بإذن الله. إن شاء الله. مشاهدي الكرام، نبقى في البيئة، فمع بداية موسم الصيد يتزايد الإقبال على سوق طيور في سوق واقف، حيث يستعد الصقارة لموسم الجديد عبر اقتناء طيور مستلزماتها لممارسة هذه الهواية الأصيلة. نعم يا خالد، مشاهدينا الكرام في التقرير التالي نسلط الضوء على حركة سوق صقور مع بداية موسم الصيد. سوق الصقور في سوق واقف بدأ يشهد حركة نشطة وانتعاشا ملحوظا منذ الإعلان عن بدء موسم الصيد في الأول من شهر سبتمبر الحالي، وقد بدأ الكثير من أصحاب هذه الهواية الاستعداد للموسم من خلال شراء أدوات الصيد اللازمة وفي مقدمتها الصقور التي تعتبر الوسيلة الأساسية في صيد الطيور المهاجرة والأرانب. وتشهد محلات بيع الصقور ازدحاماً كبيراً مع الإعلان عن وصول مستلزمات أو صقور جديدة. والله الطيور حالياً الحين اللي وصلت حرار وجبليات وتركيات، احنا لسه بداية الموسم وإن شاء الله الحين بيصير بيحمل الموسم لين جه الشهرين إن شاء الله. أكيد أنه بيصير إقبال زيادة وبيصير الزحمة زيادة لأن جاء الشاهين. الإقبال من كل دول الخليج، يعني من الكويت والسعودية ومن قطر والإمارات، الحمد لله يعني إقبال يعتبر كبداية الموسم يعتبر جيد يعني. ممتاز بعد.
والله الإقبال كبير، خاصة احنا عارفين عن الطيور تنزل من أمس، فما شاء الله الربع من الساعة 8:30 تقريبا في السوق والطيور تنعرض 10:30، فما شاء الله على ما قال شفتوا انتم التصوير وشفتوا الربع كلهم موجودين حاضرين، فاللي خذ له طير وطيرين يعني الحمد لله. السوق تو قام يعني قام الناس تجيب إقبال يعني أكثر. وتعتبر المهرجانات المرتبطة بالصيد عنصر دفع قوي في إحياء هذه الهواية، حيث تشكل ملتقا سنويا للصقارين ودافعا لهم من أجل اقتناء وتدريب الصقور استعدادا للتنافس مع زملائهم في الهواية. طبعا طيور تواصلة أو خبرة طيور ما تدخل أول 9، والحمد لله دخلت الطيور يمكن هذه 3 دفعة ورابع دفعة وخذت منها 3، وعلى ما قال هالطيور الثلاثة كلها حق مسابقة، فالمسابقات الحين سوت إثارة حق شباب منافسة ونتواجه مع شباب في المسابقات، والله يوفقنا إن شاء الله. وإلى جانب الصقور تباع في هذه المحلات مختلف اللوازم المرتبطة بهواية الصقارة وغيرها من أدوات الصيد البرية. والله هو من بداية الموسم يعني الحمد لله، يعني من قبل حتى لا يفتح وقت الطير الحمد لله في إقبال كثير على الأغراض، على العدد، على المراسل، على السبوق، البراقع، في شغل عندنا براقع طيبة الحمد لله، في شغل الموسم الحمد لله طيب، واتمنى من الله التوفيق إن شاء الله. وتعتبر الصقارة أو هواية الصيد بالصقور من الهوايات المحببة لدى أبناء قطر وتراثا يحافظون عليه جيلا بعد جيل. احمد، شفنا التقرير، انا عجبتني اخر لقطه في التقرير اللي ماسك الطير ومخلي ولده صغير يمسح الطير، يعني توحي لك لنقطه، تعطيك نقطه ان متوارث من جيل الى جيل، هوايه عربيه يعني هوايه متوارثينها من ابائنا ابا عن جد وما زالت موجوده، وهذا دليل، هذه اللقطه الاخيره دليل على استمرارها باذن الله. نعم باذن الله انها تستمر للابد ان شاء الله. احنا دائما كنا نتكلم عن الطيور وعن ان شاء الله دخولك لعالم المقناص، تحدي العالم المقناص الصقارين. انا داش بس على جنب مو يعني بس متفرج بدو ايه متفرج بالمياجر اي متفرج لا سرعه ولا صلى يحفظهم ان شاء الله. اعزائي المشاهدين، تحظى الخيل وخاصه العربيه الاصيله منها اهتماما كبيرا من اداره الدوله الحكيمه في المشاركات المحليه والدوليه. من هذا المنطلق تدعم عدد من المؤسسات والشركات القطرية السباقات المختلفة في قطر وحول العالم. قطر للبترول أحد هذه الشركات، تفاصيل في هذا التقرير. عقد الشيخ محمد بن فالح آل ثاني رئيس مجلس إدارة نادي السباق والفروسية، والسيد ناصر خليل الجيدة الرئيس التنفيذي لشركة قطر للبترول الدولية، والسيد سامي جاسم البوعينين مدير عام النادي مؤتمرا صحفيا للإعلان عن رعاية قطر للبترول الدولية لكأس قطر العالمي للخيل العربية الأصيلة الذي سيقام على مضمار لونشو بباريس في 5 أكتوبر المقبل إن شاء الله، ضمن سباق قطر لجائزة قوس النصر في باريس. منذ انطلاق منافسات جائزة قوس النصر لسباق الخيول لأول مرة قبل 7 سنوات، بدأت علاقتنا مع هذه الفعاليات العالمية المميزة من خلال شركتنا الأم قطر للبترول. ونتشرف اليوم في قطر للبترول الدولية أن نعلن للعام الثاني على التوالي على رعايتنا المباشرة لكأس قطر العالمي للخيل العربية الأصيلة. هكذا دعم من شركة قطرية عالمية لسباق عالمي تؤكد على حرص قطر للبترول ونادي السباق والفروسية على قيم التميز والإنجاز والحفاظ على التراث والثقافة القطريين وتعزيزهما من خلال وصول رياضة الآباء والأجداد إلى أعلى المستويات الدولية. هذا السباق يعد هو أكبر سباقات الخيل العربية الأصيلة على مستوى العالم. طبعاً كأس قطر العالمي هو أعلى سباقات وتصنيفاً في الاتحاد الدولي، طبعاً في مضمار لونشوم هو يكون في يوم 5/10، يكون تقريباً مع ختام الموسم الأوروبي
فلهذا السبب يعني هناك جياد تشارك في سباقات مختلفة في العالم وتنتقل بتصنيف معين تحت مظلة اللجنة الدولية للتصنيف. السباق يعتبر أعلى جائزة مالية، أعلى سباقات من حيث أنه يعني يحظى بمكانته العالمية. الحصان الفائز بهذا السباق يكون حصان طبعا المصنف الأول على مستوى العالم، فلهذا السبب يعني الكل يستعد لهذا السباق الكبير. الرعاية القطرية لمهرجان جائزة قطر قوس الناصر والتي ستستمر حتى عام 2022 تمثل نجاحا كبيرا للدولة، بخاصة مع حضور أسرة الفروسية العالمية إلى جانب إقبال عشرات الآلاف إلى ميادين السباق لمتابعة المنافسات، بالإضافة إلى متابعة مئات ملايين المشاهدين لهذا الحدث العالمي من خلال الفضائيات حول العالم. في مسعى منهم لمكافحة السمنة والتوعية بمخاطر زيادة الوزن، أطلق فريق سبلمنت هاوس وهم شباب إقطريين مبادرة شبابية لتوعية أصحاب الأوزان الزائدة عن كيفية خسارة الأوزان بالطريقة الصحية تحت اسم تقدر تضعف بدون عمليات. نعم، تقدر تضعف بدون عمليات. للحديث أكثر عن تفاصيل تلك المبادرة معنا في الاستوديو صاحب المبادرة عادل أنصاري. يا هلا يا مرحبا فيك. يا مرحبا فيك. يمكن هذا الموضوع يعني يهم الكثير من الناس أكيد. وانا واحد يعني محظوظ اني قابلتك اليوم، انا ابي اضعف صراحه. يا هلا فيك يا اخوي، وان شاء الله انا داعم لك داعم ان شاء الله. المبادره ما املكها انا بنفسي طبعا، الفريق كامل ان شاء الله، بس انا اتكلم باسمهم. نعم. طبعا. نعم. ان شاء الله باذن الله اخوي عادل احنا بنكمل حوارنا معاك، لكن بنشوف تقرير يعرفنا على هذه المبادره وراجع لكم. يسعى فريق سابلمنت هاوس في مبادرته تقدر تنحف بدون عمليات إلى تبادل الخبرات الصحية والرياضية بين الشباب ليحظوا بحياة مليئة بالحيوية والصحة عبر ممارسة الرياضة بعيداً عن العمليات الجراحية للتخلص من الوزن الزائد. إن شاء الله هالحملة راح توصلنا للأهداف اللي احنا نبيها ونوصل التوعية لكل الشباب. طبعاً رسالة الفريق أن نوعي المجتمع الأكل، أهمية الأكل الصحي وأهمية الرياضة والربط بينهم وبين نمط حياة الشخص الفردية. وإحنا نبي كل واحد طبعًا يجي قطر، لو طلع حتى لو إنه مقيم ولا مقطري يقول أنا تعلمت ثقافة الرياضة من قطر نفس ما هم تعلموها في الدول المتقدمة. ويوفر الفريق من خلال مبادرته للمشتركين مدربين اثنين وخبير تغذية لتقديم نصائح صحية عبر ممارسة الألعاب الرياضية واتباع نمط حياة صحي. وأطلق الفريق هذه المبادرة في خطوة لنشر وعي صحي في المجتمع. نعم مشاهدينا الكرام، شفنا هذا التقرير عن هذه المبادرة الجميلة، أنا بقولها لأنها بتنفع عدد كبير من الناس. ونرجع ضيفنا الكريم عادل الأنصاري. عادل، بداية نبي نبذة عن هذه المبادرة ومنين جاتك الفكرة؟ احنا قاعدين نشوف طبعا مثل ما انتم شايفين وانا شايف في كل مجلس لازم في اقل شيء واحد مسوي قص. صحيح. وقاعدين نشوف شبابنا اللي كانوا بقوة وعافية سووا قص وصار ما فيهم شدة يشيلون الصينية. صادق صحيح. وهو يقدر بنفس الوقت القص شيء يخليه ما يقدر ياكل كأنه واحد اخنقه. لانهم فاهمين ان الدايت يعني ما اكل اكل وما حد فينا يقدر ما ياكل. صح. الا لو زنطوا نفس ما هذا. فاحنا قلنا نوعيهم ونعلمهم، احنا كلنا يعني الرياضي يدري ان انت تقدر تضعف وبقوه وبعافيه وانت قاعد تاكل خمس وجبات. وفي النهايه ما فيها لا قص ولا بعد القص انت بتقص الجلد ولا فيها ولا مشكله من هالمشاكل. فاحنا قررنا ان نساعد مجموعه من الشباب يكونون مثلا عبره ولا مثلا قدوه حق باقي الشباب اللي قاعد يسوون العمليات، ان انت من انسان كنت متين ما بتصير ضعيف ومريض، بتصير بالعكس صحي ورياضي. صح. وكلت اللي تبي و... وبعد خمس وجبات. يعني البعض يفهم الدايت غلط، الصبح زيتونه وجبنه وامسك.
يوم كامل ما راح يقدر يشتغل ما راح يقدر ينتج. أكثر أنا عندي معلومة بسيطة يمكن يعني بس إذا غلط صحح لي، إن أكثر ناس يمتنون أو يزيد وزنهم اللي ما يتريق الصبح، يعني لأن عقب يجوع في آخر النهار. هو في اللي يخربطون اوقات وجباتهم ويقول لك انا دايت طول اليوم، يتعشى متبوس ويقول ترى ما اكلت غيره. اي هذا انا اسويها، هذه انا اسويها انا العصر مو بالليل. انزين عادل، لو نتكلم عن تقدر تضعف بدون عمليات. بدون عمليات. انزين اسم لافت، يعني لو نتحدث عن سبب اطلاق هذا الاسم. نفس ما قلت لك، العمليات انتشرت عندنا كانها موضه، يعني مثل الشباب خاصه الفتره الاخيره. اي مثل ما مثلا صارت موضه يركبون بوالين على السيارات، صار موضه اي احد وزني 90 يقول برفع لين 110 عشان اقدر اسوي العمليه. صح صح صح. يعني انا ضربتني السالفه منه، يعني انت ايش بتسوي؟ ما يصير يعني تذبح منك نفسك عشان تسوي العمليه، يعني وزنه اقل. أيه يرفع وزنه اقل، الدكتور يقول له ما راح اسوي لك، يقول له خلاص بزيد وبجيك. والله صدق هذه والله صارت. اي يعني والله صارت، لما انا اعرف شباب شخصيا كذا، يعني 90 ما حاول ينقص، لا يقول انا احب الاكل خلاص بفتح وبفتل بالاكل عقب بقص. وبعد ما يسوي العمليه تحصل يسوي رياضه، تشوف اكثرهم يقول انا بمشي خلاص بحافظ، لان الدكتور قال له لازم تضعف ولم تصدق ترى حالات وكذا، حسب الالم هو في نفس الوقت. نعم. لانهم من قبل يمكن كانوا فاهمين، نفس ما تكلمنا ان الدايت يعني ما تاكل، وما في انسان يقدر ما ياكل، كلنا بناكل عشان نعيش، عشان يعني صح من ملذات الحياه الاكل. نعم. صح عادل، بعض الناس عنده انا بضعف وانا ابي يعني ادوم، لكن اذا ما شاف مثلا في اسبوع في اسبوعين اذا ما شاف نتيجه، بعض الناس تعرف جسمه ما يحرق بسرعه او شيء، يحتاج انه وقت على اساس انه يتدرب، وممكن بعضهم يتدرب لكن تمارينه غلط ما تتناسق مع جسمه. يعني انت تخبر مني بالسؤال هذا، دارنا احنا في التمارين. ايوه انا بتكلم عن دوركم، شلون ممكن انكم تتابعونه، شلون ممكن انتم يعني تراقبونه على اساس انه هو ينقص من الوزن يتمرن صح. احنا اول شيء كمطعم دايت هاوس، في احنا شارين جهاز متطور يقيس لك ايش كثر عندك عضل وايش كثر شحم وايش كثر وزن العظم اللي في جسمك. طبعا كل جنب المطعم، احنا لا كل محل سابلمنت جنب دايت هاوس. فاحنا خطتنا ان كل 5 شهور نفتح فرع في منطقه مختلفه عشان نكون قراب على كل هالقطار. حلو. فاحنا من دورنا مثلا، انت يمكن تقول لعبت اسبوعين نزلت 5 كيلو، بعدين لعبت 6 اسابيع ما نزلت ولا كيلو. احنا راح نوعيك ان انت ترى زدت عضل ونقصت شحم، يعني انت ربحان. شكل جسمك صار احلى، بس انت يمكن ما تدري، انت مركز على الميزان تحطم على تحطم نفسك. نعم. فعشان كذي احنا قاعد نحاول ننشر التوعيه عن طريق الشركه، عن طريق الشباب اللي مشاركينا في الفريق، وبهالطريقه ان شاء الله. نعم. يعني نعم عادل، يمكن انت يعني مثل ما تقول تتابعونه وتعطونه توعيه مثل ما ذكرت انت، ويمكن يلاحظ نفسه كل يوم يشوف وزنه او يشوف قصدي جسمه، فما يلاحظ الاختلاف اللي صار عليه. لكن لو صح. في ناس من فتره طويله ما شافوه يقول له والله ضعفت او تغير جسمك او صار جسمك احسن، هذا بالنسبه للتوعيه. لكن لو نتكلم عن الدعم، يعني هل في وسائل دعم تقدمونها للمشتركين؟ احنا الدعم ان احنا قاعد نوعيك ونكتب لك جداول مجانا، هذه من بديناها احنا قاعد نسويها، يعني ما تحتاج تروح حق متخصص ويقول لك اشرب عصير لين تضعف وتدفع له 3000. احنا لا، احنا نسوي لك اي تي حق اي واحد من الشباب اللي في الفريق ولا من فروعنا كلها، بيسوي لك جدول ببلاش، واي سؤال عندك يعني نفس ما انت قلت لي انا مسوي دايت وما اضعف، راح يقول لك لا، لان انت ما كنت تدري انه ممكن عضل يكون مكان الشحم. يوم يعني عرفت بتستانس وبتكمل، ما بتتحطم وتوقف. صح. فاحنا قاعد نوزع المعلومات مجانا وبرا في اي دوله في العالم يبيعونها. ايش فائدتكم انتم؟ وين فائدتكم انتم؟ احنا ننشر التوعيه بس، اللهم احنا عندنا معلومات ومو بخلانين فيها. والمبادره اللي احنا سويناها، جبنا 2 شباب قطريين ما قصروا، شاهين المطاوعة ومطلق الشمري. نعم مسي عليهم بالخير. ببلاش قالوا بنمرن الشباب، بنقعد على رؤوسهم في النادي لمدة 6 أسابيع. واللي كمل 6 أسابيع راح نمدد له 6 أسابيع. احنا بالنسبة لنا كشركة دايت هاوس قدموا خصم 50%، ما قصر شريكي جبر، قال أي شيء فيه خير توكل على الله. نعم. وشركة سابلمنت هاوس نفس الطريقة خصم 50%، يعني صار كل شيء تقريبا ببلاش، يعني بدل ما تضعف بعملية ب50,000 ولا تدفع على جسمك 3500 مدرب و600 ما أدري إيش، صار لك كل شيء ببلاش، بس أضعف وعلم الناس. فإحنا طلبنا منهم كلهم أن نصورهم وننزلهم على إنستغرام الشركة مثلاً عشان نوري الناس أنه تقدر تضعف بدون عمليات. حلو. الهدف التوعية لا أكثر ولا أقل. أي. لو الحين بتكلم عذلا مبليس عن أن في بعض الناس مثل ما قلت أنت ما يبين على الجسم، في هناك بعد في نسبة ماي، في نسبة كذا، في البعض يقول لك لا الماي مثلا والله يطلع كرش،
ما اقدر اكثر ماي، وفي ناس تقول لك لا الماي زين، في ناس انا بس لا سؤال خاص فيني، انا دائما اشرب ماي، اذا قالوا لي الماي يطلع كرش ما شربت ماي، الماي زين اذا قال الماي زين سواء الحين الماي زين ما حد يقدر يقول عن الماي يعني عاد مهما شربت باليوم اعتقد 2 لتر ماي قد ما تقدر يفيدك ما يضرك حلو يعني ما يطلع كرش ما يطلع كرش لا اشرب ماي على 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 مسؤولية ترى الدهن انت وقفت الماي ما وقفت الدهن لا الدهن ملحقين عليه طلع الكرش. زين عادل انت تكلم عن عدد المشرفين على تنفيذ هذه المبادره 2 مدربين بيشرفون عليهم في النادي نعم وانا أي نادي؟ انا راح اتابعهم جست جم جم اللي في السد هم بعد ما قصروا قالوا بكل المشتركين ببلاش راح نعطيهم نعم. في فترات معينه 6 أسابيع بنحدد لهم وقت احنا للحين ما حددنا الوقت يعني ننسق مع الشباب هم امس سجلوا اساميهم ننسق وياهم نرتب وقت يناسب الجميع وخلاص يصير هذا الوقت ثابت للش اسمه المدربين في النادي اخصائي التغذيه زهير في المحل يتابعهم اسبوعيا يعني يروحون يفحص اوزانهم مره ثانيه يشوف زادوا عضل انقصوا شحم يعني كل اسبوع في فحص اي كل اسبوع فحص عشان نشوف قاعد يتغير ولا قاعد ياكل في البيت غير عن اللي احنا نقول لنا احنا اللي يعني يبين ويانا انه اللي مثلا قاعد يخربط في البيت خلاص انت برا ونكمل مع الباقي نعم انتوا بس عادل انتوا تعطونهم وجبات من عندكم ولا تكتبوا له جدول هو يسويه في البيت نكتب له جدول ممكن يسويه في البيت وممكن ياكله من عندنا هو حر اي بس لازم تاكل مثلا 150 جرام دياي مع 100 جرام عيش ابيض عشان احسبها انا اي في ميزان في البيت وفي ميزان عندنا في المطعم نعم حلو أسأل الله يعطيكم العافية عادل الأنصاري بيض الله وجهكم صراحة العمل اللي تقومون فيه جدا جميل وإن شاء الله يا رب إن احنا نشوف الناس كلها مو بس باليوم الرياضي باليوم الرياضي تشوف أعداد هائلة من الناس الكل حاب يشارك أتمنى نشوفهم شوف كلهم رشيقين رشيقين وبصحة وعافية وأنا إن شاء الله أني أكون أول واحد إن شاء الله أسأل الله يعطيك العافية شكرا لك ولزملائك اللي ما سعنا أن احنا نتقابل معهم الله يعطيك العافية وشكرا لك شكرا شكرا يا عادل. أعزائي المشاهدين ننتقل إلى الأنشطة الدبلوماسية حيث يواصل المعهد الدبلوماسي في وزارة الخارجية استقبال شخصيات دول هامة من أجل تفعيل حلقات نقاشية لدى المهتمين بالمجال الدبلوماسي وطلاب المعهد. ندوة منطقة البلقان الوضع الحالي وافق المستقبل حلقة نقاشية جديدة تم تنظيمها المزيد في التقرير التالي. نظم المعهد الدبلوماسي بوزارة الخارجية ندوة نقاشية بعنوان منطقة البلقان الوضع الحالي وآفاق المستقبل قدمها رئيس جمهورية سلوفانيا السابق دانيلو تورك الذي تحدث عن أهمية تكتل دول منطقة البلقان مع الاتحاد الأوروبي وضرورة تفعيل هذه الخطوة من أجل تحقيق السلام والاستقرار في المنطقة وتأتي هذه الندوة بمبادرة من وزارة الخارجية القطرية والتي حضرها عدد من المتدربين وموظفي الوزارة للتأكيد على نهجها الدائم في خلق علاقات دبلوماسية بناءة بغية تحقيق مصالح مشتركة بين الدول كما يحسب للدبلوماسية القطرية دورها الكبير في الساحتين الإقليمية والدولية لا سيما في مجال دعم حقوق الإنسان وصنع السلام وتحقيق التنمية المستدامة ودعم القضايا العربية والإسلامية وكذا مشاهدينا الكرام نكون وصلنا إلى نهاية هذه الحلقة من ترحيب لأي اقتراحات أو استفسارات والتواصل مع فريق عمل ترحيب يمكنكم متابعتنا والمشاركة عن طريق تويتر من خلال هاشتاغ برنامج ترحيب نعم أو عبر الانستغرام الريان تي في نرحب باقتراحاتكم واستفساراتكم تمسون على خير مع السلامة